كل بيتابع، ولو ما تابعش من خلال يعني شاشات التلفزيون بيتابع دكتور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن زمايلنا واحنا قاعدين بنتكلم كده انا ومنا معاهم، لقينا ان في حاله من حالات الاكستريم او حالات التناقض عند الاطفال في نفس البيت. في حد من زمايلنا بيتكلم ان اطفاله حسوا ان هم عندهم دور ومسؤوليه، واصبحوا بيفكروا بعقلهم جدا، اللي هو انا لازم اتضامن رغم ان هم صغار السن، اتضامن مع يعني اخواتنا في فلسطين، وابتدوا اللي هم مصروفهم ما بيصرفوهوش في المدرسه، بالعكس بيوفروه وراحوا لوالدهم ووالدتهم عاوزين نتبرع بده، سواء كان لبنك الطعام او للهلال الاحمر المصري، علشان دور من ادوار المسانده مع يعني الاطفال هناك. وطفله اخرى بتتعامل بقلبها تعامل بحت، واللي هي عاوزه تاخد كل حاجه في الحياه عشان مش عارفه هيجي عليها الدور امتى. هو ده الانعكاس اللي احنا بنقول عليه يا دكتور، وازاي يتعامل يعني الاب والام هنا في هذه الحاله. طيب عايز اعلق على كلامك، السؤال حلو قوي، وعايز اعمل توصيه بعد كده ليهم ازاي ممكن نتحدث معاهم في المواضيع اللي ليها علاقه بالدم والحروب. تعليق يعني تعليق على السؤال بتاعك، هو اي حدث في العالم بيبقى ليه مشاعر، حاجه اسمها احتلال المشاعر. احتلال المشاعر ده يا اما رابط ايجابي يا اما رابط سلبي. فبيطلع احتلال المشاعر بقى التأثيرات، اما تأثيرات ايجابيه واما تأثيرات سلبيه. التأثيرات الايجابيه ان الطفل بيبدا ياخدها دافع كانتماء، وفي تأثيرات سلبيه الاكستريم بقى الحاجه اللي بعيده خالص، ان هو على حسب ده، على حسب الماده اللي اتقدمت له وعلى حسب نوع شخصيته. في اوقات بيحصل اعراض انسحابيه، اعراض انسحابيه مش عايز اقول خوف بس اعراض هلع. فاعراض الهلع ممكن الاقي ابني مثلا بدا يتفرج على منظر معين، فبدا يجي له كوابيس، بدا يجي له هلع ليلي، ارق في النوم، ممكن توصل لتبول لا ارادي، بيبدا يخاف من الضلمه، بيبدا يعمل تصرفات غريبه. ان دي انا دي يعني شبه مش اضطراب ثنائي القطب بس شبهه شويه، بتلاقيه يا واحد مش فارقه معاه يا واحد متضايق جدا. دي كلها اعراض ظاهريه، بس في العقل الباطن مشاعر تانية، دي اللي بنسميها احتلال المشاعر. فاللي فيه بياخد اعراض انسحابيه اللي هي اسمها الدوجما، اللي هي انا مش فارقه معايا، او في اللي بياخد قرار لا انا عايز اساعد الناس دي. دي كلها تصرفات عايز اقول طفوليه مش تصرفات كبار، فدي على حسب الحدث اللي حصل له، فحسب نوع شخصيته، فاستجابته للمشاعر الموقف اللي حصل له هو يشوفها رابط ايجابي او يشوفها رابط سلبي. فكرة بقى التوصيات يعني ده نضج يا دكتور ولا يعني حاجة وحادث عرضي هيمر وخلاص؟ حادث عرضي بس لو الأعراض بتاعته مشكلة، أنت لما بتعرض لحادث كان سلبي قد يعدي مرور الكرام وممكن ما يعديش، فأنت محتاج يعني احنا دايما بنقول حتى الميلاد صدمة، الفطام صدمة، دخول أي مرحلة جديدة صدمة، فأي أكشن يحصل في حياتك وخصوصا اللي يكون فيه رعب لا هو صدمة، فانت لازم تتابع هل ليه توابع او لا. يعني لو التوابع بتاعته الطفل او ابني بدا يتغير، بدا اعراضه غريبه، بدا تون صوته يتغير، بدا تعاملاته تتغير، لا انا لازم اقف جنبه. وانا ببص دايما يعني هنا فلسطين نحاول ما نعرضش على قدر المستطاع للمواقف المرعبه والمشاهد العنيفه، عشان المشاهد دي كلها اتصل في الاخر لصدمه، والصدمة دي هتوصل له لاضطرابات قلق، واضطرابات القلق توصل عنده وسواس، وممكن توصل لهلاوس، وممكن توصل لاكتئاب. فقدر المستطاع نحاول ندي طاقة إيجابية، لا دي حصل حاجة فلانية واحنا جنبهم وهم هيبقوا كويسين. الطاقة الإيجابية هو الحل الوحيد في التأثيرات النفسية والعلاج النفسي، بنسميه علاج سلوكي معرفي، اللي انت تبني برين ماب او خريطة مخ جديدة وطاقة جديدة، وتبدأ تحط له دافع اللي هو انا عندي شغف، ان مثلا انا هدف عند النجوم وهدف عند القمر، ببدا اغير له خريطه المخ او كيمه المخ عشان السيرتونين والاندورفين والدوبامين يبداوا يشتغلوا، فيبدا شايف الموضوع عباره عن دافع، فما ينسحبش من الموضوع لا يواجهه.